الله العظيم المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته عن الأنداد تشبيها وتمثيلا، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من حسبي به وكيلا، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله العظيم، صدق الله الرحيم، صدق الله الكريم، صدق الله الحليم، صدق الله السميع العليم، صدق الواحد الأحد الإله الحق الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق ذي الملكوت، صدق ذي الجبروت، صدق من هو حي لا يموت، صدق الله، صدق الله، وكفى بالله شهيدا، صدق الله، وكفى به سميعا بصيرا، صدق الله، وكفى به بما تعملون خبيرا، صدق الله الذي لا إله حق غيره ولا رد لنا سواه، وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وآله الطيبين الطاهرين. لك اللهم الحمد بالإسلام، لك اللهم الحمد بالقرآن، لك اللهم الحمد بالأمن والإيمان، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، ولشهر رمضان أعنتنا، ولشهر رمضان لصيامه وقيامه أعنتنا، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. لك اللهم الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أسديت، ولك الثناء، ولك الثناء على ما أعطيت، نسألك العون على ما قضيت، والرضا بما أمضيت، ونستغفرك من قول يعقبه الندم، ومن فعل تزل به القدم. لك اللهم الحمد، أوجدتنا من العدم، وجعلتنا من خير الأمم، لك اللهم الحمد، لا يجزي بآلائك أحد، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأغناها، تطاع فتشكر،
وتوصى فتغفر وتجيب دعوة المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب العظيم وتستر العيب الكبير. لا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول القائلين ولا ثناء المثنين. سبحانك سبحانك ما عظمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أكرمك. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، وكم من ذنوب ارتكبناها واقترفناها فلم تفضحنا يا من قل له عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا، وقل له عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، ورآنا على المعاصي فلم يستك سترنا ولم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا الوجه الذي لا يفنى أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، ويا ذا النور الذي لا يطفأ سرمدا. هذه أكف الضراعة مدت إليك في هذه الساعة، هذه أكف لا مدت إليك، واعتمدت راكعة ساجدة بين يديك، هذه أقدام خرجت إليك، خرجت من منازلها لا طمع لها إلا فيما لقيت، لا طمع لها إلا فيما لقيت، لا طمع لها إلا فيما لقيت. يا ربنا يا ربنا يا غاية رغبتنا، يا ربنا في هذه الساعة تنزل إلى السماء الدنيا فتنادي عبادك هل من سائل فأعطي، هل من داع فأجيب، هل من مستغفر فأغفر. يا رب هؤلاء الداعون ببابك، هؤلاء الداعون ببابك، هؤلاء الداعون ببابك، قد نادوا بجنابك وأنا أفو مطاياهم ببابك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ووالدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ووالدينا من النار. إلهنا لا تعذب يدا مدت إليك ولا تشفع وجها إليك. رحماك 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 يا من رحمته وسعت كل شيء. يا ربنا إذا عرضت عنا فمن يعطينا، وإذا بعدت فمن يضلل، وإن حرمت فمن يضلل. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي لا تعذبنا بنارك، لا تعذبنا بنارك، لا تعذبنا بنارك.
يا رب يا رب يا رب لا تعذبنا بدارك. إلهنا إلهنا وعدتنا بالجنة فنسألك اللهم الفردوس الأعلى منها، نسألك بوجهك الأكرم وباسمك الأعظم الفردوس في الجنة سقفها عرشك. ربنا لا تحرمنا، ربنا لا تحرمنا، واجعلنا ممن يزاحم عند بابها، واجعلنا ممن يزاحم عند بابها، أخبرتنا عن يوم عظيم في الجنة، يوم نقياك، يوم رؤياك، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا ربنا من تهويوننا في الجنة رؤياك. نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وإلى الجنان سائقنا ودليلنا وفي موقف العرض عليك شفيعنا وعن النار حجابنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله أوله وآخره ظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وأوله وآخره وظاهره
ظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد.